اليوم حضرنا إلى محكمة الاستئناف بالرباط في قاعة الجلسات رقم 3 التي كان أحد الملفات المدرجة بها يتعلق بطلب الإفراج عن نقيب محمد زيان الذي تقدم به زميلنا علي رضا زيان. الأستاذ علي رضا زيان تقدم في ملتمسه أو تقدم بملتمسه بناء على مجموعة من المقتضيات القانونية، منها ما هو دستوري ومنها ما هو قانوني مصدري إجرائي. أخذت الكلمة إلى جانب زملائي وكان موضوع الكلمة التي وجهتها للمحكمة المقرة هو الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني والوضع الاعتباري للنقيب محمد زيان، وقلت لهم بأنني غدا تعتق النقيب، زرته بالمؤسسة السجنية ووقفت على الحالة الصحية التي يعاني منها النقيب، فقلت لهم أنه بغض النظر عما هو قانوني فأنا باسم الإنسانية أناشدكم رفع الاعتقال على النقيب محمد زيان إلى حين نظر محكمة النقد. وهذه رسالتي من خلال موقع حياة لكل المسؤولين القضائيين وكل السياسيين، أقول لكم بأن النقيب محمد زيان هو وزير حقوق الإنسان سابق، وهو نقيب هيئة المحامين، وهو رجل دولة من الطراز الرفيع، وهو دافع على مصالح وطنه، فهو وطني حتى النخاع باسم هذه المبادئ. وحتى إن اعتبرتم بأن نقيب محمد زيان قد أخطأ فإن لا شك تاريخه يشفع له الإفراج عن محمد زيان. شكرا لموقع الحياة اليومية.